كلمحة يداوي من صروف الدهر جرحا، يسكن خافقا بالشوق مضنا به زند النوى يشتد قدحا. علي أفض من التوفيق رشحا، وهبني من سما الإلهام نفحا، إذا ألهمتني فالشعر وحي، وإلا ارتد منه الحسن قبحا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا رسول الله، السلام عليك وعلى ابنتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين أم أبيها، السلام على زوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى ولديها الحسن والحسين، وابنتها زينب سلام الله عليها. أرفع أسمى آيات العزاء بذكرى استشهاد مليكة الصبر وفخر المخدرات وراية كربلاء ورمز العفة والشرف زينب سلام الله تعالى عليها. ها نحن وإياكم أيها الأخوة أيها الأخوات نعيش في هذه الليلة، ليلة حزينة وليلة أليمة على قلوب المحبين والموالين لمحمد وآل محمد، ليلة شهادة زينب سلام الله عليها بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليكم أيها الأخوة أيها الأخوات مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، متابعي برنامج باب المراد، من رحاب الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهما، وباسمكم جميعا أرفع إلى مقام العترة الطاهرة وإلى العلماء الأجلاء وشهداءنا السعداء، وإليكم يا من رفعتم هذا الاسم عنوانا لرمز من الرموز الشريفة والمقدسة لنسائكم أيها الأحبة، يا من جعلتم زينب سلام الله عليها نصب أعينكم، تواسونها بمصائبها أم المصائب زينب سلام الله عليها. نعم أيها الأخوة، الليلة هي ليلة 15 من شهر رجب، ليلة استشهاد زينب سلام الله عليها. اليوم أقف في هذا المكان وتلمح عيني وأنا قد قدمت إلى هذه الحلقة الخاصة بهذا اليوم، وقد شاهدت جمع غفير ما شاء الله من الزوار الذين جاءوا يعزون الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهما بذكرى زينب سلام الله عليها. وكذلك لا شك ولا ريب أنكم شاهدتم وبأم أعينكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومن كذلك عدسات نقلتها يعني أو نقلها إليكم خدام الحسين وخدام زينب سلام الله عليها من عند قبر مليكة الصبر زينب سلام الله عليها بنت أمير المؤمنين، ومشهد يدخل السرور على قلب مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وعلى قلب مولاتنا زينب ذاتها، وكذلك على قلوب المحبين والموالين، ونحن نرى جموع غفيرة وحشود اكتظ بها صحن العقيلة زينب سلام الله عليها. ندعو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بنيل زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة. العقيلة زينب هي القدوة وهي الأسوة وهي رجاء كل امرأة تحرص على أن تحمل هذا الاسم شعارا لها في حياتها، زينب سلام الله عليها. وما أدراك ما زينب، حري بكل امرأة ليس فقط نساء الشيعة بل إنما نساء العالم
عندما نتصفح صفحات التاريخ فإننا نقرأ عند مجيء نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإعلان الدين الإسلامي، كيف نرى أن ما قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو جد زينب والد أمها الزهراء، كيف جاء بالقيم الإسلامية السمحاء وكيف جعل للمرأة قيمة، حيث كانوا في سابق العهد يؤيدون الفتاة، كل من تأتيه أو يرزق ببنت يقوم بحفر قبر لها ويدفنها وهي على قيد الحياة، وهذا له علاقة بأن في السابق كانوا يشعرون بالعار عندما يرزقون ببنت، فهذه كانت نظرة من هم ما قبل الإسلام، كانت نظرتهم للمرأة. ولكن عندما نريد أن نتحدث عن المرأة وقيم المرأة فإننا نجد أروع القيم وأفضل القيم التي اكتستها المرأة هي في ظل الدين الإسلامي، ولا زال إلى يومنا هذا الإسلام يحرص على أن تكون هنالك مكانة عظيمة للمرأة. وعندما نتحدث ونقول الإسلام فهو الإسلام الحقيقي، غير هذا الإسلام الزائف الذي يحاول أن يشوه صورته أعداء الإسلام الحقيقي. أيضا هنالك حقيقة تاريخية تأتي في هذا السياق لا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال أيها الأخوة أيها الأخوات، والكلام موجه لكم جميعا. هذه الحقيقة هي أن التاريخ لا يخلد اسما بشكل عبثي واعتباطا، لولا أن ذلك الاسم أو أن ذلك الشخص صاحب هذا الاسم قد سجل موقفا عظيما يستحق التخليد عفوا على مر الأزمنة، ويستحق أيضا البقاء والخلود. إن كان هذا الاسم في عداد الموتى في الغابرين فلتلتمس قبر يزيد عليه اللعنة، ذلك الطاغية الذي حارب العترة المحمدية الطاهرة. لن نجد سوى خريبة موحشة تطمسها لعنات التاريخ والموالين، بينما قبال يزيد نرى اليوم قبر مولاتنا زينب سلام الله تعالى عليها. كيف كان منظر هذا القبر الشريف؟ الكل يرى والكل نظر بعينيه إلى ذلك القبر النوراني والذي يكتظ اليوم بحشود المؤمنين والمواسين والمحبين من كل بقاع الأرض، فشتان ما بين الثرى والثريا، ولا زال اسم زينب سلام الله تعالى عليها خالدا أبد الدهر، وحري بنا جميعا خاصة النساء، وأؤكد بشكل أخص النساء من مذهب الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، وكذلك وليس حكرا فقط على نساء المذهب، بل إنما كل امرأة تنشد الحرية الحقيقية وتنشد قيمة ومكانة لها في هذا المجتمع الذي صرنا نشهد كيف أن هنالك ذئاب بشرية تحاول أن تطمس وتقلل من قيمة المرأة. نعم، حري بنا خاصة النساء أن تتأسى نساؤنا جميعا بهذه المرأة الخالدة، وأن تقتدي بسيرتها العظيمة، وأن تتصفح صفحات التاريخ. ماذا كانت تفعل زينب سلام الله عليها؟ كما ذكرت في بداية البرنامج وفي بداية الحديث قلت أن كانت أمها فاطمة الزهراء التي لقبت بأم أبيها أصبحت فيما بعد ابنتها زينب سلام الله عليها بأم أخيها، حيث كانت أما لأخيها الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. والتأريخ وكتب السيرة والتأريخ زاخرة
سيرة مولاتنا زينب سلام الله تعالى عليها، وإنما تعيشه المرأة اليوم تحت يافطة التحرر والمساواة مع الرجل وغيرها من صيحات العصر الحديث، ما هو إلا وهم كبير انطلت هذه اللعبة على شرائح كبيرة من نساء أمتنا. وللأسف نرى اليوم انجراف الكثير من الفتيات في سلك الابتذال وسلك التعري ودون رادع من ضمير أو دين. والعامل الرئيسي الذي ساعد على تردي هذا الوضع الذي نشاهده اليوم للأسف الشديد هو غياب المرأة الرمز، ولا بد من الاعتراف بهذا الفراغ الهائل. لذلك نشد على أيادي النساء المؤمنات بأن يتصدين لهذه المسألة وأن يكون خير مثال كما كانت زينب سلام الله تعالى عليها، وكذلك حتى هؤلاء النسوة اللاتي نلتمس منهن أن يكون قدوات في المجتمع، يجب أن يقتدين بزينب سلام الله تعالى عليها. نعم أيها الأخوة أيها الأخوات، ليلة حزينة كما أشرنا قبل قليل في بداية البرنامج. البرنامج هو نافذة لكل المحبين والموالين في مشارق الأرض ومغاربها داخل العراق أو خارج العراق، وهي فرصة لأن تحملون شرف وتقلدون شرف أن ننوب عنكم بزيارة الإمامين الجوادين. ها أنا أقف في حضرة الإمامين الجوادين، والليلة هي ليلة استشهاد جدتهم زينب سلام الله تعالى عليها وعلى أبيها. لذلك أتيح لكم الفرصة كما في سابق الأسابيع والحلقات التي مضت، وهذا هو دأب قناة كربلاء الفضائية أن تجعلنا جنودا مجندة في خدمة محمد وآل محمد وفي خدمة المحبين والموالين في شتى بقاع الأرض. اليوم لكم الفرصة، كل الفرصة في أن تسلموا على الإمامين الجوادين وتعزون الإمامين الجوادين بهذه المناسبة، وكذلك تسمعون العالم بأسره ألوان الدعاء وكيف تؤثرون على أنفسكم وأنتم تدعون لكل المؤمنين والمؤمنات في بقاع الأرض، وكذلك تدعون للمرضى لمن مسهم يعني سقم أو مسهم هم أو غم. لذلك ندعو للجميع إن شاء الله تعالى ببركات الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهما، وكذلك ندعو للجميع بصاحبة الذكرى الأليمة مولاتنا زينب سلام الله عليها. في غربتها في الشام في هذه الليلة ندعو أول دعاء في أن يعجل الله عز وجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكذلك ندعو للأمة الإسلامية بأن تكون راية الإسلام هي العليا وراية الكفر هي السفلى، وندعو كذلك لجميع المرضى، لكل من يشاهد البرنامج الآن ولكل من تتكحل أنظاره بهذه الصور النورانية للمرقد الشريف للإمامين الجوادين، للضريح الطاهر للإمامين الجوادين، لشباك ذلك الضريح، لهذه الآيات التي تزين هذا المرقد في كل مكان في شرقه وغربه، وندعو لأمواتنا وأمواتكم جميعا، وندعو لشهدائنا وشهدائكم جميعا، لعلمائنا، لنسائنا، لأبنائنا، لكل من أوصانا وقلدنا وإياكم الدعاء. وإن شاء الله تعالى نوصي من الأخوة والأحبة أن يحرصوا على سماع صوت خادمهم من الجوال وأن يختصروا قدر الإمكان بالزيارة لنفسح أكبر عدد ممكن إن شاء الله تعالى من الموالين والمحبين. أول اتصال إن شاء الله تعالى معنا أم عماد، السلام عليكم يا باب المراد. يا باب المراد يا باب المراد، أعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد مولاتنا زينب سلام الله عليها. السلام عليك يا باب المراد. اهلا بك يا ام عماد، باب المراد اتفضلوا بالزياره ونسالكم بالدعاء ان شاء الله. علي محمد اعزي المسلمين والمسلمات في مشارق الارض ومغاربها، وعزي سيدي ومولاي امير المؤمنين علي بن ابي طالب، وعزي سيدتي ومولاتي فاطمه الزهراء، وعزي سيدي ومولاي موسى بن جحفر باب الحوائج ومحمد الجواد، وعزي صاحب العصر والزمان باستشهاد سيدتي ومولاتي بطلة كربلاء أم المصائب عقيلة بني هاشم زينب الحوراء.
وعزيكم يمه وعز نفسي وعز قادر. أحسن الله لكم العزاء يا أم عماد، والله يتقبل إن شاء الله أعمالكم محمد وآل محمد، ويرزقنا وإياكم زيارة زينب سلام الله عليه. ابن جحفر يا باب الحوائج يا قاضي الحاجات، يا باب الحوائج يا سيدي يا مولاي، أشكرك أشكر الله سبحانه وتعالى، وأشكركم أنتم يا أهل البيت يا أهل العطاء يا آل بيت الرسول، أنتم أهل العطاء وأهل الكرم، بيكم نتوسط ونتوجه الرب العظيم وناديكم. أشكركم قبل أسبوعين نخيتك وما قصرت وحشاكم، حشا لله، حاشا يقصرون مع محبيهم يا أم عماد. سوى عملية ابني والحمد لله، الحمد لله على سلامتك، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وقلت لي أنت تبشرين وبشركم يوم، جزاكم الله ألف خير. أشكركم، واليوم الله سبحانه وتعالى كرمني بزيارة عظيمة، زيارة سيد الشهداء الإمام الحسين وأخي أبو الفضل العباس. يا أم عماد هنيئا لكم، والله العظيم وانت ما محلفني، الله يسلمك يا أم عماد، أبو الفضل العباس ولا وطول عهدك. لا تفضل يا يعني. يا سيدي يا مولاي، كل من يدخل ليلة مباركة احنا تابع حلقة هاي المحترمة، شافيهم وتخلي عوائلهم أجمعين فردا فردا يا رب بحق الجواد محمد يا الله. ذكرتكم بالدعوة ومباب في ذكرك رب العالمين من فضله وإحسانه إن شاء الله، هو قاضي الحاجات. آمين آمين، شافي ويعافي كل مريض. آمين بحق موسى بن جحفر، بحق سيدتي ومولاتي بحق محمد كربلاء، بحق الجواد ذلت الأعداء في عقر دارهم، ذلت يزيد نعلة الله عليه حشاكم، ذلك في عقر داره، بطلة كربلاء بحقها عند ربها، اليوم يشافي كل مريض ويشافيني، أنا تعبانة ورحت والله العظيم الصعوبة، بس الحمد لله والشكر، أشكر رب العظيم هنيا على هنيا إن شاء الله هذا. إن شاء الله دوام الوصل مع محمد وآل محمد. يوم وأريد الشفاء لكل مريض، سجل أسماهم وإذني هو ولو رغم عند ربه، بس الحمد لله خلص من عملية كبرى وأذية فيها والحمد لله. الحمد لله، شكر لله ولمحمد وآل محمد وللإمامين الجوادين إن شاء الله. أحمى الله والديك، الله يوفقك ويخليك العائلة، كلهم بارك. أخوانك الله الكادر كلهم الله يسلمك أجمعين، الشفاء لهم والصحة والعافية. آمين آمين يا رب، ومع آمين. السلامة وتحياتي الله يسلمكم وسجل يحييك رب العالمين. نعم، وأختي عند أم محمد خطية تعبانة مريضة، وصلتني بالدعاء تقول ما عندي أنا برنامج ما أعرف، ندعو لها إن شاء الله، أنت وصلتي الأمانة وإن شاء الله ندعو لها إن شاء الله، وسجلنا اسمها. الله يسلمك يحييك رب العالمين ويحيي أصلك الطيب إن شاء الله، الله يحفظك، بارك الله بك يا أم عماد، وهنيئا لكم إن شاء الله تعالى استجابة دعواتكم، وهذا هو دأب محمد وآل محمد، لا يقصرون حاشا أن يقصروا مع محبيهم ومواليهم، وكل من لجأ إلى الله عز وجل بهم وتوسل إلى الله عز وجل بهم ودعا الله عز وجل بالإمامين الجوادين. ناخذ الأخت مريم من واسط. سلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام، أعظم الله لكم الأجر يا أختنا الكريمة بذكرى وفاة مولاتنا زينب. أحسنتم، تفضلوا بالزيارة ونسألكم الدعاء. مراجعنا السلام عليك يا باب المراد، السلام عليك يا موسى والجواد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم آمين سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني، السلام عليكم ما يموت ما يموت السنسين يا سيدي يا مواليني، توجهت واستشفعت وتوسلت بسماء إلى الله وحبت ما غيني إلي حاجات، يا وجهها عند الله اشفع لنا عند الله يا رب، عند الله اشفع لنا عند الله، إلهي نقسم عليك بغاضها وعليها وبعلها وبينها وبحق الدر المستودعتها وبحق تسأل معصومين من ذريتها وبينها، إلهي اللهم عزيزي وليك فرج. آمين يا رب العالمين. السلام عليك يا سيدتي ومولاتي يا جبل الصبع حواء زينب، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يا سيدتي ومولاتي إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا إلى الله، تقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، يا وجيهة عند الله اشفع لنا عند الله، اشفع لنا عند الله. احسنتم، طيب الله انفاسكم يا اخت مريم، في الدنيا زيارتها وفي الاخره شفاعتها بحق محمد، رزقنا الله واياكم الزيارة امين بحق محمد ان شاء الله، جعلكم من السائرين على نهج زينب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، تفضل يا اخت مريم. للجميع ان شاء الله يشفي بناتنا، امين امين ان شاء الله الهدايه مثل ما تفضلتي بهذا الدعاء، دعاء الجميل اي والله، بناتنا ان شاء الله امين 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 اخويا سجلنا بارك للشفاء، نعم ان شاء الله جه موسى بن جعفر. طيب
باشا باسم وعائلته وجدي ابو باسم نعم. وابتسام وبناته ولنياء واستجدني ان المرحوم مالي بدون زهره وكل من قلدني الدعاوي الزياره الله ما عجبه ان شاء الله رب العالمين يصلح حجبنا المقدس بارك الله فيكم على جبهات القتال وسلامي على سيدي الولاد زينب الحوراء يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يحفظك يا أخت مريم ويطيب أنفاسك ويتقبل زيارتك إن شاء الله تعالى ويحفظ العائلة جميعا إن شاء الله. أم أحمد ويانا من بغداد، سلام عليكم يا باب المراد. أم أحمد إذا كنت تسمعين أنت ويانا على الهواء مباشرة في برنامج باب المراد. نعم أعظم الله لكم الأجر يا أم أحمد بذكرى وفاة زينب سلام الله عليه. يا باب المراد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالزيارة يا السلام رحمة. عليك يا باب المراد، يا باب المراد نعزيكم ونعزي العالم الإسلامي أجمعين باستشهاد ووفاة جبل الله الصبر لكم العزاء إن شاء الله. زينب جبل الصبر بنت أمير المؤمنين سلام الله السلام يعني. عليكم ورحمة الله وبركاته نعزها. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا باب المراد، السلام عليكم يا محمد الجواد، السلام عليكم يا جواد أهل البيت، السلام عليك يا موسى من جعفر، يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. يما صلي لي ركعتين عند موسى النجاح خادم يا باب الحوائج ان شاء الله ما ننساكم من الدعاء والزياره شاطره جميلك. لا العفو بالخدمه بالخدمه. اطلب لابني احمد طلب حاجه والابن مرتضى طلب حاجه نعم. وبنات عدي مريضات ايضا طلب حاجه وعندي طفل علاو ايضا مريض الله يمن عليه بالشفاء ويقضي حوائج الاولاد ان شاء الله. وحدي زيارتي هذه إلى جميع الأموات وخاصة بناتي بنتي إيناس وأخواني وأخواتي وكل من مات على ولاية أمير المؤمنين بارك الله اللهم بكم. صل الله على محمد وآل محمد اللهم صل وأطلب محمد الزيارة أيضا نعم. للشفاء لبناتي جميعهن الله يكتب السلام للجميع وأطلب يا رب العالمين أن يزيل هذه الغمة عن هذه الأمة ويشافي جميع المرضى يا رب ويعافيهم بحق محمد وآل محمد, محمد وأطلب لكم عمة قناة كربلاء الله يستر عليكم ويجعل لكم كل خطوة سلامة يحفظكم من كل مكروه بحق محمد ممتنين وآل محمد ممتنين لهذه الدعوات الطيبة أيضا اللهم صل على محمد وآل جزاكم الله محمد الله يحفظكم والسلام عليكم, عليكم ورحمة السلام الله ورحمة الله وبركاته يا باب أمان المراد الله وأمان يا السيد باب المراد في أمان الله وأمان سيدي ومولاي باب الحوائج موسى بن جعفر. الله يفرح قلبك يا أم أحمد بسلامة الجميع إن شاء الله والتوفيق للأولاد ويشافي الطفل إن شاء الله تعالى علي بحق الإمامين الجوادين وبحق مولاتنا زينب سلام الله عليها. معنا اتصال من محافظة ذي قار الأخت تمارة سلام عليكم يا باب المراد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأعظم الله لكم الأجر يا أختنا الكريمة بذكرى استشهاد مولاتنا زينب نعم. السلام عليك يا باب المراد، نعزي مراجعنا العظام والإمام الحجة وفاة سيدة زينب عليه السلام. زينب بنت أمير المؤمنين أحسنتم. تفضل بزيارة الإمامين الجوادين وادعوا الله عز وجل بهما. السلام عليك ابن جعفر، السلام عليك يا سيد الجوادين، أريدك أنت شافيني وشافي زوجتي في هذه الليلة العظيمة. اللهم يمن عليك بالشفاء العاجل يا أختنا وعلى زوجك إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله بحق الإمامين الجوادين. أريدك تسجل اسمي واسم شامس. الاسم الثاني العفو سامي نعم واسمي سجل. تدعي له لان عنده شويه هو مرض برصاد مالته. اللهم يمن عليه بالشفاء العاجل. الليله انت تفضلتي وتشرفتي بزياره الامامين الجوادين ومثل ما لاحظتي يمكن قبل قليل سمعتي صوت الحجيه ام عماد الله يحفظها ويحفظ اولادها قبل حلقتين يمكن همينه
توجهت إلى الله عز وجل بالإمامين الجوادين، واليوم هي اتصلت وقالت أنا أحب هم أبشركم أنه بنجاح العملية وسلامة ولديها. وكثير كثير من الحالات للأخوة والأخوات والمحبين اللي يتصلون بالبرنامج، فأني أقول لك خليك مطمئنة القلب إن شاء الله تعالى بالإمامين الجوادين. الليلة أنت تتوجهين للإمامين الجوادين، وكل من سمع صوتك يا أختنا الكريمة راح يرفع الإيد إن شاء الله تعالى، يرفع عيادية ويدعو لكم إن شاء الله. اليوم أجيت من الإمام العباس والإمام الحسين. الله يوفقكم دائما إن شاء الله لزيارة المراقد المقدسة. كان عندي يعني كان عندي ألم يعني بظهري والهاي، والله شافاني والإمام الحسين. الحمد لله، هنيئا لكم، والله يديم هذا اليقين والاعتقاد إن شاء الله بمحمد وآل محمد. ربي يوفقكم يا أختنا الكريمة، وإن شاء الله تعالى ما راح ننساكم من الدعاء. شكرا جزيلا لكم، لا تنسونا بالدعاء. بخدمتكم يا أختي، بخدمتكم. الله يحفظكم، في أمان الله وأمان السيد ومولاي باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام. معي اتصال آخر، الأخت أم عبد الله. السلام عليكم يا باب المراد. ألو، أسمعكم يا أختنا أم عبد الله، تفضل. السلام عليكم، أم علي من البصرة. أم علي على رأسي من البصرة، حياكم الله. يا باب المراد. عليكم السلام. يا باب المراد، يا باب المراد. أعظم الله لكم الأجر إن شاء الله يا أم علي. أعظم الله أجوركم وأجورنا. الله يبارك فيكم. لوفاة السيدة زينب. زينب الحوراء زينب عليها السلام. ونعزي الإمام علي ونعزي سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء بهذه الوفاة والمصاب الجلل. السلام على باب المراد الإمام موسى الكاظم، السلام على محمد الجواد، السلام عليهم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا زيارتهما في الدنيا وشفاعتهما في الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضور وليك صاحب العصر والزمان يا الله. أحسنت، خادمك يا أمي، خادمك. الله يعافيك ويسر عليك إن شاء الله. نسألك الدعاء وقلدناك الدعاء إن شاء الله. الليلة أنتم في أمانة مولاي باب الحوائج موسى الكاظم، إن شاء الله عندنا حاجة تندعينا إن شاء الله يقضيها باب المراد إن شاء الله. باعتقادي باعتقادي إن شاء الله. نعم إن شاء الله بحق باب المراد إن شاء الله تنقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات بحفظه تعالى. الله يحفظك أم علي. أم علي خليني بس أوصل لك هاي الفكرة. أنا خلال تواجدي في خدمة محمد وآل محمد في هذا البرنامج عندي اعتقاد بعد. نعم. وهذا الاعتقاد لا شك أنه موجود أيضا عند جنابكم وعند كل من يتصل بالبرنامج، أنه مجرد ما أنتوا تحصلون البرنامج وتسلمون على الإمامين الجوادين هم يردون السلام مالتكم ويسمعون ويفهمون حتى الحاجة اللي في قلوبكم. يا الله إن شاء الله. والله إحنا من المحبين بس يعني نتابع. نعم. هذا البرنامج دائما ما نحصل أكثر الأوقات يعني الازدحام إن شاء الله. وخلي أزيدك يعني خلي أزيدك اطمئنان، خلي أزيدك اطمئنان حتى الأخوة اللي الآن هم ما يحصلون البرنامج فقط بتوجه من أماكنكم تتوجهون وتقولون يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر وتسلمون على الإمام موسى بن جعفر مهما تكون المسافة مهما تكون المسافة بإذن من رب العالمين هو يسمع وراح يدعو لكم الإمام راح يدعو لكم الإمام إن شاء الله وتتيسر أموركم وتقضى حوائجكم إن شاء الله. يا الله يا الله تقضى حوائجنا يا رب متيسر كل أموركم إن شاء الله. الله يبارك بكم، هذا اعتقادنا إن شاء الله. الله يسلمك، الله يبارك بك إن شاء الله. الحوائج مقضية، الحوائج مقضية يا رب. حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. حياكم الله، حياكم الله يا أم علي. الله يبارك بك يا أمي، الله يحفظك ويستر عليك إن شاء الله ويستر على جميع نسائنا بستر الحوراء زينب سلام الله عليها. احنا هاي معتادين نقولها هاي الكلمة، ليش؟ لأنه زينب سلام الله عليها رأت ما رأت في العاشر من محرم، وكانت في أصعب موقف ممكن أن توضع فيه أخت في مشهد وهي تشاهد إخوانها يذبحون، تدوس عليهم الخيل، الطفل الرضيع يضرب بسهم، تسبى العيال، تسبى النساء، ولكن بقي زينب هي زينب سلام الله عليها. زينب التي ترعرعت في بيت أمها الزهراء وأبيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولم تغير من ملامحها ولم تغير من فكرها تلك الظروف العصيبة التي مرت بها، بل زادتها
بسالة وثباتا على ذلك الدين الذي جاء به جدها محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. نأخذ اتصال الأخت استبرق من بغداد. السلام عليكم يا باب المراد. عظم الله لنا ولكم الأجر إن شاء الله. إمام الحجة باستشهاد أجل الله خير جميل شريف. سيدة زينب يا باب المراد يا باب المراد اللهم شافي كل مريض حق ما يزيد. آمين آمين يا رب العالمين. والله صاير هلك شيء وانت بينا شاك الله نفسنا واستشفعنا وقدمنا في بيني ذي حاجتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله احسنتم. اللهم شافي كل مريض اللهم امين اللهم تقن جاهزك شفاعة الله خل اللهم كل ولي الحجة من حتى صلواتك عليه وعلى ابائك في هذه الساعة وفي كل ساعة احسنتم وليا وحافظا وقائدا وناصرا وناصرا وعينا حتى أرضك طوعا فيها طويلة برحمتك يا أرحم. طيب الله أنفاسكم يا أخت مستجين أسامينا خدمتكم تفضلي يا أخت والله والدة الدنيا شاكر مريض حد صليها لك احتيان دنيا شاكر إن شاء الله ندعو لها بالشفاء العاجل إن شاء الله. والله والدة محمد نعم وغدير ورقية وحسن وزينب وعلي وزينب وعلي بحق زينب بنت أمير المؤمنين الليلة إن شاء الله الشفاء لكل المرضى وإن شاء الله تعالى جلاء كل هم وكل غم عن كل مهموم ومغموم. شكرا لكم يا أخت استبرق ربي يحفظكم ويرعاكم إن شاء الله تعالى ويجعل جميع الأخوة والأخوات على نهج مولاتنا زينب سلام الله تعالى عليها. لك العزاء يا مولاي يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر لك العزاء يا مولاي يا محمد بن علي الجواد بهذا المصاب الجلل بمصيبة مولاتنا زينب أم المصائب سلام الله تعالى عليه. نعم نأخذ اتصال الأخت شيماء السلام عليكم يا باب المراد. الأخت شيماء معنا على الهواء مباشرة في برنامج باب المراد حياكم الله وأعظم الله لكم الأجر بذكرى استشهاد زينب. عليكم السلام والرحمة تفضلوا يا باب المراد شيماء. يا باب المراد نعزيكم باستشهاد السيدة زينب عليها السلام. سلام الله عليها. عظم الله أجورنا وأجوركم. أحسن الله لكم العزاء إن شاء الله وجعلكم من المنتهجين لنهج مولاتنا زينب إن شاء الله. بس اسمعينا من الجوال ونصينا صوت التلفاز إن أمكن يا أخت شيماء الله يبارك بيك. إن شاء الله. الله يسلمك. تفضلوا بالزيارة. السلام على باب الحوائج. السلام على مولانا موسى بن جعفر. السلام على مولانا موسى بن جعفر باب الحوائج. السلام على إمام محمد الجواد. أحسنتم الله يحفظكم ويقضي حوائجكم إن شاء الله يا أخي. إن شاء الله. الاسم أريد الافتخار بفاطمة للشفاء إن شاء الله ندعو لها بالسلامة والشفاء العاجل إن شاء الله ببركات مولانا موسى بن جعفر الكاظم وحفيده الجواد. شكرا لكم يا أخت شيماء والله يتقبل زيارتكم ودعواتكم إن شاء الله تعالى. نأخذ الأخت آية من الدجيل. السلام عليكم يا باب المراد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعظم الله لكم الأجر يا أختنا الكريمة بذكرى استشهاد زينب سلام الله عليها بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا باب المراد. السلام عليك يا محمد الجواد. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. أعظم الله أجرنا وأجركم. أعظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء. زينب عليها السلام أنت المعزى يا صاحب العصر والزمان بهذا المصاب الجلل. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا باب المراد. السلام عليك يا محمد الجواد. السلام عليك يا جواد الأمة. السلام عليك يا شباب الأمة. السلام عليك يا طبيب بغداد. السلام عليك يا أسد بغداد. سيدي يا مولاي يا موسى بن جعفر الكاظم يا أبا الحسن يا ابن يا موسى بن جعفر الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع
لنا عند الله. السلام على سيدي ومولاي علي بن موسى رضا، السلام الله على عليهم جميعا، ولاتي فاطمة المعصومة. أحسنتم سيدي يا مولاي، اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق الشر المستودع فيها، اللهم شافي وعافي كل مريض، اللهم اقضي حاجة كل محتاج، وإن شاء الله يا ربي يقضي حوائجكم ويشافي مرضاكم. آمين. أستاذ قناة كربلاء، ممكن تسجل لأستاذ أسماء؟ تفضل يا أخت آية. اسم والدتي المرحومة ليلى، وبيبيتي المرحومة زهرة، والمرحومة العلوية خلود عبد الرزاق، والطفل عباس ابن كاظم، والطفل عبد الله للشفاء من مرض السكر، وام ادريس لقضاء الحاجة وللشفاء، وام حسين لقضاء الحاجة وللشفاء، وعلوية جميلة للشفاء، وانا ان شاء الله منسيتكم من الزيارة والدعاء عن سيدي ومولاي الامام الحسين واخيه ابي الفضل عباس واولاد مسلم بارك الله الله يوفقكم. شكرا شكرا كربلاء. جزاكم الله ألف خير. شكرا لك يا أخت آية، والله يتقبل أعمالكم دائما إن شاء الله تعالى. نأخذ اتصال أم عباس من واسط. السلام عليكم يا باب المراد. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام، حياك الله يا أختنا الكريمة، وأعظم الله لكم لبيك الأجر. لبيك يا موسى بن جعفر، لبيك يا موسى بن جعفر، لبيك يا باب، لبيك يا موسى بن جعفر. تفضلوا بالزيارة يا أم عباس. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا موسى بن جعفر، يا باب الحوائج، يا باب الحوائج، يا الله يا باب الحوائج، سجل يمك محمد الباقر. نعم اي والله محمد الباقر في كل مشكلته ان شاء الله بالسجن اول يدي، والله وريد بري يا موسى بن جعفر، وتوقف له يا موسى بن جعفر ان شاء الله بحق سجين بغداد. أيوة باب الحوائج. اي والله ان شاء الله الثلاثاء الموعد مال المحكوم والته، ان شاء الله يفرج على اولاده وعلى كل سجين ان شاء الله، يفرح قلبك يا اختنا الكريمه يا ام عباس. أيوة ان شاء الله. اي والله يا اخوي تدعي لي يا اخوي ليله ليله مصاب زينب سلام الله. اي والله يا اخوي اريد وليدي ان شاء الله الاربعاء تجي يا موسى بن جعفر، خليت همك يا موسى بن جعفر حاجتي تقضيها. سالفه سالفه ويا الامامين الجوادين يا ام عباس. اي والله لبيك يا موسى بن جعفر، لبيك يا موسى بن جعفر، السلام عليك يا موسى بن جعفر، اعزيكم بسيدتي ومولاتي زينب ام المصائب. يا ام زينب شو تقولين الليله ليلتك؟ تفرجين علينا وعلى كل من ضايق، وتحلين مشكلتي ومشكله كل من ضايق، تسجل يمك وليداتي يا اخوي ثلاثتهم حسين وعباس ومحمد الباقر. نعم. وابونا رجلي ابو عباس. الله يحفظهم. وبناتي ان شاء الله للنجاح، خمسه بناتي. نعم. ان شاء الله. اي الله سجل محمد الباقر يا اخوي. ان شاء الله. ثلاثة الموعد مالته ان شاء الله المحكوم. يفرح قلبك ان شاء الله تعالى، ويفك قيده ويفك اسره. الله يحفظكم ان شاء الله تعالى. في كل مصاب من مصائب العترة المحمدية لابد أن يكون نصيب لدموع المحبين ودموع العاشقين في أن تخرج من القلب قبل العين. فها نحن وإياكم نرثي مليكة الصبر زينب سلام الله تعالى عليها بهذه الأبيات، سائل الله عز وجل أن يقضي وإياكم حوائج المؤمنين والمؤمنات جميعا إن شاء الله تعالى، ويفرج هم كل مهموم ومغموم يا رب، ويشافي جميع المرضى. يصيح الله وياها غمضت عيناها، صيح الله وياها غمضت عيناها، ودعت دنياها هاي أم الأحزان، هاي أم الأحزان، ما صادت مثيلها الموت، بشارها القد يشيل على كانت تصحى الدمعة وعلى كسرة قلبها تنام، انحنت من قلبها
وصارت مثل الاستفهام ومن شاله جنازتها بتشعلي الهوى قلبي الشام ليها الهوى بالشام كم علم كم راية أعلني هسا وقراية كم علم كم راية أعلني هسا وقراية مبين ميت هواية بفراق الإخوان بفراق الإخوان بعيدة والطريق بعيد ما تجم جري تراب الشام الظل يلطم بتشع ليها الظل يلطم بتشع ليها زينب بيت علي والله تستاهل بواجينا بواجينا الما يقدر اي والله المال ما يقدر يدق صدره خلي يلطم على جبينا آهات ودمع وحزان عمرها قضت سنينا ونندبها ونقل لها الليلة نندبها ونقل لها إلج خدام خدام قبلينا يا الله إلهي بزينب سلام الله عليها ارزقنا زيارة مولاتنا زينب سلام الله عليها وشفاعتها في الآخرة واليوم دعوة من صميم قلوبنا وبحق مولاتنا زينب سلام الله عليها أن يهدي جميع نسائنا جميع بناتنا جميع أخواتنا وأن يحفظهم ويكللهم بذلك الثوب وذلك الثوب الذي عنوانه الحشمة وعنوانه العفة وعنوانه الستر كما كانت مولاتنا زينب سلام الله تعالى عليها. لا ننسى الأخ صاحب أبو كوثر من دعائنا الليلة بحق زينب وبحق الإمامين الجوادين بالشفاء العاجل كونه يمر بوعكة صحية وحالة متدهورة وكذلك ندعو للأخ مصطفى عبد وكذلك الأخ حسين مصدق قفطان بقضاء الحاجة وكذلك دعائنا لأحمد عزيز العتابي بالشفاء العاجل وكذلك للأخ صادق السهيل بالشفاء العاجل وكذلك ندعو إلى الطفل حسن ابن زميلنا أبو أمير إن شاء الله تعالى بالصحة والعافية والسلامة وكذلك دعائنا للحاجة أم غدير
بالشفاء ولأبنائها وبناتها بقضاء الحوائج، سيما الأخت سارة، وكذلك للأخت شهلة زان بقضاء الحاجة. ودعائنا للأخ الحبيب أبو حبيب وزوجته أم حبيب بالشفاء العاجل والسلامة إن شاء الله تعالى. وندعو للعلوية العلوية أم غيث أيضا بالتوفيق وكذلك بالصحة والعافية والشفاء، وللعلوية خديجة وعائلتها ومحسين، وكذلك أم سعيد وعائلتها وأبو علي وعائلته وأم علي وهاشم وأم عبد الله وغدير وأحمد وعبد الله ومحمد وعلي وفاطمة وزينب وسارة ومريم. ودعائنا للعلوية نضال عفوا بالشفاء وقضاء الحاجة إن شاء الله تعالى. ولسارة حسن بو حمد والمرحوم حمد جواد بو حمد، ولأحمد حسن علاء بالشفاء العاجل، والحاج عباس المهندس وأخوته خدام العتبة العباسية بالتوفيق والسداد. أتوجه بكم الآن لزيارة الإمامين الجوادين، فابقوا معنا في هذه الدقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكما يا وليي الله، السلام عليكما يا حجتي الله، السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الأرض. أشهد أنكما قد بلغتما عن الله ما حملكما، وحفظتما ما استودعتما، وحللتما حلال الله، وحرمتما حرام الله، وأقمتما حدود الله، وصبرتما على الأذى في جنب الله محتسبين حتى أتاكم اليقين. أبرأ إلى الله من أعدائكما، وأتقرب إلى الله بولايتكما. أتيتكما زائرا عارفا بحقكما، مواليا لأوليائكما، معاديا لأعدائكما، مستبصرا بالهدى الذي أنتما عليه، عارفا بضلالة من خالفكما. فاشفعا لي عند ربكما، فإن لكما عند الله جاها عظيما ومقاما محمودا. السلام عليكما يا حجتي الله في أرضه وسمائه، عبدكما ووليكما، زائركما متقربا إلى الله بزيارتكما. اللهم اجعل لي لسان صدق في أوليائك المصطفين، وحبب إلي مشاهدهم، واجعلني معهم في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة أيها الأخوات، دعواتنا لجميع المؤمنين والمؤمنات بجاه مولاتنا زينب سلام الله عليها بنت أمير المؤمنين، وبجاه الإمامين الجوادين، بأن يشافي ويعافي جميع المرضى سيما الراقدين في المستشفيات، ويحفظ الجميع، ويجعل راية الإسلام هي العليا وراية الكفر هي السفلى، حتى نوفق وإياكم إن شاء الله تعالى، ونكون في خدمتكم أنا وزملائي الأحبة كادر برنامج باب المراد. تقبلوا تحياتي وتحياتهم جميعا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متفقا بالشوق مضنا به زند النوى يشتد قدحا، علي أفض من التوفيق رشحا، وهبني من سمى الإلهام.